اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين سكينه كوك هاوس. اليوم غادي نحضروا مع بعض حريشات صغار للفطور، تيجيو غزالين بزاف ورطبين والاهم انهم بنانين. دونك خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجوا لهاد الحريشات: 500 غرام ديال السميد الناعم، شويه ديال الخميره الخبز، نص معلقه ديال الملحه، فاني 8 غرام، ومعلقه كبيره ديال السكر، وخميره الحلويات ديال 8 غرام، ومعلقه كبيره ديال الدقيق. غادي نخلط الكل حتى يتجانسوا مع بعض. دابا ان شاء الله غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف باش تجيبوا الحريشات هما هادوك ويجيوكم هما هادوك. بالنسبه لهنايا نورمالمون هي 500 غرام ديال السميد الناعم، انا درت غير 400 غرام. خدا معايا خليط ديال الزبده والزيت 100 مليلتر، يعني خديت شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده، ومنين عبرتهم لقيت فيهم 100 مليلتر. انتم الا درتوا 500 غرام ديال السميد الناعم واحتاجيتو شويه ديال الزيت ولا الزبده، زيدوهم. ها انتم كيف ما كتشوفوا راه باين القوام ديالو، وراه معروف كيفاش يعني الحرشه اون فوا كنبداو نضيفو في الزبده والزيت راه كيبدا يتبسبس لينا هذاك السميد، وتنشوفوه انه كله فزق، راه يعني واضح. غير تشوفوه بهذه الطريقه عرفوا راكم صافي، راكم درتوا المقادير هي هذيك. بالنسبه في الاخر غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال العسل. عرفتي هذه المعلقه ديال العسل خاصكم ضروري تزيدوها، لان عرفتي كتعطي واحد القرمشه زوينه لهذا الحريشات ديالنا، عرفتي كيجيو فريمون زوينين ومقرمشين من على برا. صافي انا غدا نخلط بالحليب. الا بغيتو تخلطوا بالماء يمكن لكم تخلطوا بالماء، راه حتى هي تجي زوينه. هنايا اول حاجه كنضيف هاد الحليب راه بارد، ما سخنتو ما والو، راه بارد من الثلاجه. درت كاس ديال العنبه ديال 150 مليلتر. ملي ضفتو، انا ضفتو اكسبري غير هو بوحدو باش تشوفوا انه راه ما قدنيش. دونك دابا غادي نضيف عاوتاني واحد شويه، تقريبا نص ديال كاس العنبه، يعني خدات معايا كاس ونصف ديال الحليب. انتما كيف ما كتشوفوا القوام، يعني ما تخافوش غير خوي، وراه السميده اصلا راه تتشرب يعني السوائل، بقاو تخويو حتى تحصلوا على هذا الخليط بهذا الشكل، وبقاو تحركوا غير بصبعكم، ما تبداوش تكرصوا فيها بيديكم، غير بصبعكم كومسا ما تجيناش مدقصه ملي نكونوا كنطيبوا فيها. صافي غادي نخليها ترتاح واحد شويه، وغادا نغطيها بهذا البلاستيك باش ما تكرمش ليا من الفوق. صافي غادي نخليها تقريبا واحد 5 دقائق، راه كافيه بزاف. صافي من بعدها نتوما كيف ما كتشوفوا راه شربات لي السميده هذاك الحليب. غادا ناخذ شويه ديال السميد الناعم، والساق اللي غادا ناخذ به العبار. دونك غادا ناخذ كويرات بحال هكا. الا كنتو كتقدروا عينكم ميزانكم تشدوا العبار ديال الحريشات ديروهم، سينو الا عندكم ميزان ديروا كل وحده العبار اللي بغيتو. دونك دابا غادا نضيف هذاك الحرشه بهذه الطريقه، وغادا نبدا نقادها في هذاك لو سيركل كيف ما كتشوفوا معايا. غادا نبدا نقادها بهذه الطريقه، وغادا نبدا نسطح الفوق والجوانب باش تشد ليا زعما تشد ليا لا فورم ديال هذاك السيركل الدائري. يعني غادي نستمر بهذه الطريقه. انا استعملت غير معلقه كبيره وبديت كنسطح بها. الا انتم تقدروا ديروا الكاس راه حتى هو تيسطح مزيان، الا كان هو اصلا مسطح من التحت راه تقدروا تشدوا به العبار. المهم انا كثرت عليكم من مسطح. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا، انا واخا حيدتها يعني هي راه ما مقاداش. علاش؟ حيت انا ما تنبغيهاش تبقى غليظه بهذه الطريقه، تنبدا نقرص بها كنقرص فيها بيديا بهذه الطريقه، تنزيد نرققها واحد شويه، حيت هما منين كنبداو نطيبوا فيهم تزيدوا يتنفخوا. يعني انا ما تنبغيش نبقى ناكل غير يعني العجينه لداخل، تنفضل انني نرققها، ومنين تترقوها نيت كتجي شويه مقرمشه وتجي زويونه.
هذا يعني اختياري، راكم راه ليكم الاختيار ديروا كيف ما بغيتوا نتوما. كيف ما كتشوفوا عاوتاني تنبقى نسطح فيها واحد شويه ونكرس صافي، ومن بعد كنبدا نطيب فيها كيف ما كتشوفوا. حطيتها حتى طابت مزيان من التحت، عاد قلبتها للوجه ديالها، لانه الحرشه ما خصناش نبقاو كل مره نقلبوا فيها، لا تطيب من التحت تماما، ومن بعد عاوتاني غادي نقلبوها باش تطيب من الوجه ديالها. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا، راه كتوجد دغيا تنوضوا في الصباح بشويه عليكم تصوبوها باش تفطروا بها سخيخنه وزوينه، وسورتو الويكاند الانسان تيكون جالس كيبغي يبدل شويه الروتين ديال الفطور يعني اليومي في السيمانه كامله. دونك ها هي الحرشه ديالنا كيف ما كتشوفوا، ما تجيش مدقصه من الداخل، تجي زوينه بزاف، وراه حنايا كنرافقوها بسوا بالكاشير بالزيتون، انا رافقتها بالزبده الفرماج لا كريم، وصافي بالصحه والراحه. كنتمنى وصفه اليوم تكون عجباتكم وخفيفه ظريفه، وان شاء الله ضروري تجربوها لانها غتنجح معكم من اول مره وغدا تعجبكم. دونك نلقاكم إن شاء الله في فيديو جديد وبصحة جيدة. إلى اللقاء.